إن لله وإن إليه راجعون. وفاة الداعية الإسلامي الكبير والمحترم الشيخ سعيد عبد العظيم، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين. هذا الرجل الذي رفض الانقلاب ورفض أن يخون الدكتور مرسي ورفض أن يخون الأمانة التي وكلت إليه وخالف حزب النور الذين ارتموا في أحضان السلطة والأمن. من هو الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم ومن ما مواقفه التي وقفها مع الحق؟ هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد. توفي فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم يعني في المدينة المنورة، وهو أحد الدعاة الكبار الذين أسسوا الدعوة السلفية في محافظة الإسكندرية بمصر. ولم يقف نشاطه عند مصر، بل انتقل إلى عدد من الدول العربية بحكم الدعوات التي كانت تصل إليه من أتباعه أو محبيه أو من أتباع الدعوة السلفية. الشيخ سعيد يعني عبد العظيم نشأ في الإسكندرية وتربى على المنهج السلفي بما اتضح في معالمه. طبعا السلفية مدارس ومذاهب وآراء ومراحل، إنما أتكلم عن السلفية، الدعوة السلفية المشهورة بأشكالها وأنماطها المعروفة في الإسكندرية وما مر به من مراحل، يعني سواء الصحوة والحركة الإسلامية التي مرت بجماعة الإسلامية في مصر في السبعينيات، ثم انفصال كل دعوة بمميزاتها السلفية بالسلفية والإخوان إخوان، والجماعة الإسلامية التي احتفظت بالاسم، التي ظلت بأفكارها التي مرت باستخدام العنف ثم مبادرة بنبذ العنف ثم المواقف السياسية المعروفة لها، والتي تطورت تطورا كبيرا وهائلا تحتاج إلى دراسة مفردة عنها. في هذه الأجواء طبعا من الصحوة الإسلامية في مصر بكل ألوانها برز الشيخ سعيد وتميز بين إخوانه كقامة دعوية معروفة بنشاطها. جاءت أحداث 25 يناير وكان مع المشايخ الذين يعني أيدوا هذا التظاهر السلمي، وجاءت نفحات الثورة في مصر بفتح الأجواء. لكن في هذه الفترة لكن اتضح وعرف من كان مصنوعا على عين الأمن وعلى أدواته. فرأينا حزب النور بزعامة يعني الشيخ ياسر برهامي والشيخ عبد المنعم الشحات وبقية الشيوخ الدعوة السلفية بالإسكندرية الذين يعني ظهروا فجأة من تحت الأرض بإنشاء حزب النور، بعدما كان هناك رفض للحزبية والأحزاب والسياسة والاشتراك في الانتخابات، ونزلوا لينافسوا الإخوان وشباب ثورة يناير ليكونوا أداة للمجلس العسكري. طبعا معظم هذه المواقف كانت واضحة بينة لبعض مشايخ الدعوة السلفية كالشيخ محمد عبد المقصود، كالشيخ سعيد عبد العظيم، كبعض المشايخ المعروفة يعني الشيخ نشأة أحمد وعدد من المشايخ الذين فهموا أن المجلس العسكري والأجهزة الأمنية تستخدم شركاء هذه الدعوة أو من اختطفوا الدعوة السلفية. الأحداث السياسية كانت ملتبسة بعض الشيء، لكن كان موقف الشيخ سعيد وبعض إخوانه واضحا على عكس موقف حزب النور، ولذلك يعني كانت هناك جهات كثيرة سلفية ضد توجهات منهم وعلى رأسهم الشيخ سعيد رحمه الله. وله صورة في زيارة الرئيس مرسي في قصره مع المجموعة التي ذهبت إليه في زيارته. ولما جاء الانقلاب العسكري رفضه من أول لحظات، ورفض أن يخون مرسي وأن يخون يعني الشخص المنتخب والأمانة التي في عنقه. بل الحقيقة من قبل هذا الأمر كان الشيخ يعني سعيد رحمه الله دائم التحذير عن طريق أصدقائه من الإخوان
من خطوات يقوم بها ياسر برهامي وبعض هؤلاء المشايخ من حزب النور الذين هم يعني أمنجية في كثير من تصرفاتهم وتحركاتهم. دفع ضريبة ذلك رفض الانقلاب وأصر على رفضه، دفع ضريبة ذلك بالخروج خارج مصر، واستقر طول هذه الفترة في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة مجاورا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانقطعت أخباره إلا عن بعض اللقاءات العلمية البسيطة، وبعد انقطاع هذه الأخبار فوجئ الناس بخبر وفاة الرجل منتقلا إلى رحمة الله عز وجل، وبدأ كل إنسان يتذكر ما للرجل من مواقف، ما للرجل من يعني مؤلفات في باب الدعوة إلى الله عز وجل. مؤلفات طبعا اهتم بها الشباب السلفي، وإن خالف توجهها كثير من الأزهريين ومن المدارس الأخرى، هذا شأن طبعا المدارس المختلفة إذا اختلفت علميا، لكن يظل الثبات على الموقف الخلقي والقيمي والمبادئي. الشيخ سعيد طبعا يعني كان له صولات وجولات مع حزب النور حينما ارتموا في أحضان العسكر، ومما جعله يفارق هؤلاء الذين رفعوا راية الدعوة السلفية في الإسكندرية ولم يكونوا من السلفية في شيء، رحمه الله عز وجل وتقبله في الصالحين. خلاصة الأمر أن الشيخ سعيد عبد العظيم رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله في المدينة المنورة بعد سنوات من مجاورة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد خروجه من مصر رافضا للانقلاب، وكان يستطيع أن يتأقلم معه كما تأقلم معه رفقاؤه من أتباع الدعوة السلفية في الإسكندرية أو أتباع حزب النور الذين هم كانوا صنيعة أمنية كما هو أعلن وكان دائما التحذير للإخوان منهم، لم يكن بينه وبين الشيخ سعيد لقاءات إلا يعني أنه في لقاء من اللقاءات له أعطى درسا عن كتابي عن حسن البنا وتجربة الفن، ويعني كان الشيخ سعيد يعني يتشدد في بعض هذه القضايا، وكان يرى أن احنا لا هذا تقارب من غير الإسلاميين أو وهذا لن يجدي أبدا، وأنا لم أكتب كتابي للتقارب إنما كتبته لبيان الموقف جماعة الإخوان وحسن البنا من الفن ثم الموقف الإسلامي من الفن. لكن كان الرجل الحقيقة في نقده مؤدبا ويعني ناصحا وعلى خلق، وكان كما تصورت يعني أن الرجل دمث الخلق يعني صاحب مبدأ، بدليل أن الرجل مات غريبا لأنه لا يستطيع أن ينزل إلى مصر، بل خرج بعد الانقلاب لأنه رفض أن يخون الدكتور مرسي وأن يخون الدعوة إلى الله عز وجل وأن يفعل كما فعل بعض رفقائه في حزب النور. رحم الله الشيخ سعيد رحمة واسعة وأسبغ عليه شآبيب الرحمة والرضوان، اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.